الخير يا جماعة، ازيكم وعاملين ايه؟ النهاردة انا مع الفنان محمد داوود. ازيك يا فنان؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ كلمني عن المعرض وعن شغلك. المعرض بصراحة كان فوق توقعاتي النهاردة، المعرض كان جميل جدا. فكرة ان عدد المشاركين قليل كانت مدية لكل فنان مساحته، وكان كل واحد قادر يعرض شغله بشكل كويس يعني. والمعرض بصراحة كان جميل جدا، وكان فيه تنظيم حلو النهاردة، واتبسطت جدا بمعرض النهاردة. كلمني طبعا شغلك، انت كنت داخل بايه النهارده؟ انا كان معايا كميه شغل كبيره يعني، كان معايا بورتريه الفنان كريم عبد العزيز، معايا سلفادور دالي، معايا محمد مجدي قفشه، معايا شريف، معايا كهرباء، معايا الشناوي، كان معايا هيكل عظمي، معايا بورتريه الاهلي وبورتريه لميسي. انت مستخدم كله خشب صح؟ الخامه بتاعتي خشب ابلكاش. تمام. طب كلمنا شويه عن الطريقه اللي انت بتشتغل بيها. التكنيك اللي بشتغل بيه هو جديد، احنا 2 في مصر بس اللي بنعمل الشغل ده لحد دلوقتي. البورتريه كان من اختراع فنان صاحبي، والموضوع ده اخد براءه اختراع شهر 12 اللي فات. البورتريه بيكون عباره عن طبقات من الابلكاش. زمان البورتريه كان عباره عن طبقه واحده من الابلكاش مرسوم عليها الملامح مثلا او متفرغه. دلوقتي البورتريه بقى عباره عن 11 مثلا طبقه من الابلكاش او 10 طبقات، في بورتريه الفطور دالي 19 طبقه ابلكاش. فالبورتريه بيبقى مجسم 3 دي، وكل ما البورتريه كان مجسم كل ما قدر ان هو يجيب معاه تفاصيل اكتر. البورتريه كمان مش بيظهر في الضوء، البورتريه لازم يكون يعني مثلا الاضاءه من الاضاءه هنا، فالاضاءه تكون من وراه عشان يظهر لي بشكل كويس. لكن لو انا عملت البورتريه خليته في مواجه للضوء، الملامح بتكون شبه محروق. طب انت تنصح ايه بالمواهب للفنانين الجداد اللي لسه عايزين يبانوا ويظهروا ويشتركوا في مرة، تنصحهم بايه؟ ان ما حدش ييأس خالص يعني. انا في الاول واجهت احباطات كتير، انا كان بيتقال لي ان شغلي ده مجرد شويه خشب، شويه ابلكاش هتعمل بيهم ايه. الحمد لله ربنا كرمني، قنوات مصر كلها صورت معايا. فما تصدق يعني، طول ما انت عندك حلم وانت مصدقه وما تسمعش لاي حد، كمل في اللي انت بتعمله، وطول ما انت مؤمن بالحاجه اللي انت بتعملها ربنا هيكرمك اكيد. وطبعا نسعى ويعني ما نكسلش. تحب توجه كلمة للفنان أحمد جمال؟ الفنان أحمد جمال بحبه جدا جدا والله، وإن شاء الله ربنا يديم الأخوة اللي بيننا بإذن الله. يا رب. إحنا عايزين بقى نشوف عملك، ينفع تورينا؟ دلوقتي هنشوف العمل الفني بتاع الفنان محمد داوود. ثانية واحدة هوريه لكم، وهو هيكلمكم دلوقتي بالتفاصيل عن العمل. ده البورتريه، ده بورتريه الفنان كريم عبد العزيز. البورتريه ده مكون من 10 طبقات من الأبلكاش. ده مش مجسم، ده قطع، مش قطعة واحدة يعني، ده 10 طبقات زي ما باين كده التدرج. ده بيكون بقى مثلا عبارة عن طبقات من الابلكاش، الطبقة اللي فوق بتكمل الطبقة اللي تحتها، كل طبقة بتكمل الطبقة اللي تحتها. ده كله يدوي، مفيش أي شغل ليزر، لأن اتسألت كتير على الموضوع ده، فده كله يدوي. إيه ده بجد؟ أنا ما كنتش أعرف، ما شاء الله ده شكله ليزر فعلا، أنا عمري ما تخيل إن هو يدوي. ده كله هاند ميد. زمان بقى البورتريه كان بالشكل ده. ده طبقة واحدة زي ما بتكلم، ده وراه ده المتعارف عليه على طول. ده بقى الجديد، كان في بورتريه سلفادور دالي ده 19 طبقة. فهي بتختلف بقى من كل صورة لصورة يعني، مثلا في صورة ممكن تبقى معايا 10 طبقات، في صورة ممكن تبقى 6، في صورة ممكن تبقى 8 يعني. مثلا بورتريه كريم عبد العزيز ده 10، بورتريه تامر حسني كان 6، بورتريه احمد مكي كان 8. فبتختلف بقى من كل صوره لصوره، وممكن من تفاصيل بقى التفاصيل يعني. طب ده بياخدك وقت قد ايه يعني؟ مثلا دي خدتك قد ايه؟ بورتريه كريم ده اخد مني 42 ساعه شغل، اللي هو الوقت الصافي بس اللي انا اشتغلت فيه. مش فاكر بقى، كانت متقسمه حوالي تقريبا اسبوعين، كنت بقسمها بقى ان انا اشتغل كده. لكن كوقت 42 ساعه، بورتريه فان جوخ واخد 52 ساعه شغل. ده اكتر حاجه عملتها؟ ده اكتر، مش اكتر حاجه عملتها كطبقات. في بورتريه لسلفادور هو 19 طبقه، ده اكبر حاجه، لكن بورتريه فان جوخ 9 طبقات بس كميه الشعر بتاع الدقن كتير جدا، فتفاصيل كبيره طبعاً بقى. الديتيلز كانت كتيره جدا. لا ما شاء الله شغلك هايل، وبصراحه انا ما شفتش حد عمل فن زي ده قبل كده. طبعا هو احنا واقفين بس في مكان دلوقتي مش فيه ضوء عشان يظهر البورتريه، لان انا لو عكست زاويه الرؤيه فالبورتريه مش هيبان الشكل بالظبط كده. تسلم ايدك يا فنان، ميرسي.